قتل والله لا خرجت له ولا خرجت له ما عندي فين نمشي والله ما خرجوا من تمايا الهراوة عندي من ورا الباب ولكن حنا ما نسمحوا نمشي انا مشروي لنا من الدار ديالنا مهما كانت ثمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيلوا معايا تكونوا جالسين في ديوركم ما عليكم ما بيكم حتى يدق عليكم الباب، شكون قال لك سيدي هذه استدعاء من المحكمة خاصكم تخويو هاد الدار حيت راها ماشي ديالكم، مع العلم ان هاد الدار هذه ساكنين فيها مدة 40 عام 50 عام وكاين اللي ساكن فيها هو وليداته والاحفاد ديالو. كيفاش هاد الدار هذه ماشي ديالنا وحنايا كنخلصوا الماء والضو وعندنا الملكية وشريناها بفلوسنا؟ ما فهمنا والو. وصراحة هاد القضية هادي ما مفهوماش اصلا. نخليكم مع الفيديو ربما تفهموا شي حاجة. بعد العشية ماشي الجماعة ما عرفتش اش كاين، دق علي السيد ما دق علي السيد قلت له اش كاين ولدي؟ قال لي جاتك الاستدعاء، قلت له ديالاش؟ انا ما عندي حتى شي حاجة مع شي واحد، ما عمري دبس مع شي واحد، ما عمري مشيت للإدارة مع شي واحد، واحد شي باين؟ قال لي ما نعرف، وانا عندي 82 وانا شريت دبس بالرخصة ديالي بالحجة ديالي بثبوت البناء ديالي بكل شيء ديالي بالموضة ديالنا بالضريبة ديالنا بكل شيء، ما كاينش شي حاجة عندنا مسروقة. فين كان هذه 40 60 50 سنة يا 40 سنة فين كان؟ حضرت المحكمة قلت له علاش؟ قال لي راه مول الأرض دهار. قلت له مول الأرض حتى اليوم عاد دهار. قال نهار اللي جاب الاستدعاء كان ماشي تحت الزنقة. وانا ما عرفتش، انا عمري ما حضرت في المحكمه ولا في الكوميساري ولا عند شي واحد. نحضروا في المحكمه نهار 25 على الدار دخوها ما فيهاش يدخوي ولا قالوا المحكمه قيدوا على الدار ما 84 ولا هيدا مبنيتها مبنيه بالحجه ديالي بالملكيه بتبوث البينة وانا ساكن فيها. قالوا مين يقول لي خصي دخوي؟ انا لا نطلب رزقي هذاك نتاعي ما ليسني في حتى شي واحد. فين كان هذه 40 60 50 سنه يا 40 سنه فين كان؟ هاد مول الارض فين كان؟ ونشيد الدوله احنا ما سارقين، احنا شاريين برزقنا، بعت البقره ديالي وخلصتها 40 سنه وانا عندي الارض ديالي هنايا ومسكنت فيها وعملت ولادي وولادي كبروا ولادهم كبروا. ما عندنا فين نمشوا، ما عندنا فين نمشوا، انا قرماله وابني ما تعاود معايا مراته وولاده ثلاثه دعوا الباقيين صغاري فعن نمشوا هنسيبوهم ما عندنا فين نمشوا. نضم مع خوتي انا مني من عباد الله اليوم عليا غدا عليهم ما يمكنش انا نقعد نتفرج انا خاصه غدا يجي يقول لهم انا نخرج يما وبابا مراتي مساكن الله يكون لهم خليته مساكن جالسين الله يكون لهم مراتي مسكينه انا مريضه وهذا وانا يقول لي خاصني نمشي انا ما عندي راشد ما عندي هو ما عندي شكون يكون بيا يخلي يشرب بيه شنو في حال يمشي. وصلتك استدعات هنا ولا ما وصلتنيش؟ والحق الجيران الناس انا وصلت لي غدا نصلي ما بيدكم خوفانين دابا؟ ايوا كيقول لك يا فهمتي انا خاف من الله والله هو معايا انا كنخاف من الله سبحان انا ما خرجاش يا سي خرجني من المحمل والله لا خرجت له ولا خرجت له ما عندي فين نمشي ما عندي حتى شي حاجه عندي الوالدي ديالي دابا كنقابلو وانا كاسه في الدار ما خدامه ما ردامه في حال نمشي ها في حال واش يمكن نخلص الكره واش في حال نمشي انا ما عنديش شنو الرساله ديالكم مسؤولين؟ المساعد ديالنا خصها تدخل فهادشي ما حنا ما خارجينش يدخل انسان شي واحد شي مسؤول المهم حنا ما خارجينش ما عندنا فين نمشيو. الرساله ديالكم مسؤولين؟ حنا مسؤولين نقولوا سيدنا خصو يدخل عايش سيدنا محمد الثالث الله ينصره والارض خلقها قبلها مننا حنا جيناش بان الارض مخلوقه عاد خلقنا الارض سيدنا جماعيه وحنا جماعيين ضد الدوله ما حتى شي واحد ما عنده الارض. الحمد لله كل شيء شريته برزقك. كل شيء كل شيء حتى شي واحد كنخلصوا الضرائب ديالنا كنخلصوا جميع الكواغط ديالنا بجميع المسائل ديالنا حتى شي واحد ما كيستنى شي واحد شي حاجه دابا ما جايين يقولوا الارض ديالهم اللهم هذا منكر يقولوا انا غنموت الموت كاينه اللهم هذا منكر لا اله الا الله محمد رسول الله والله ما نخرجوا من تمايا الهراوة عندي من ورا الباب الارض ديالي والكواغط ديالي. احنا بالالاف في هذه المنطقه هذه واحد المنطقه معروفه جدا في طنجه الناس بداو كيجيو استدعاءات بالافراق وحنا اللي مثلا حنا الدار ديالنا اكثر من 40 سنه وحنا ساكنين في هذه الدار هذه عندنا الحجه كنخلصوا الماء والضوء وكنخلصوا الضرائب وعايشين ويقولوا لنا خرجوا من الدار اين حق حنا كنطالبوا جلاله الملك باش يرفع لنا هذا الظلم هذه كتسمى السيبه في البلاد هذه يعني الله يعني الملك خصو يوقف بالجانب ديالنا ويرفع لنا هذا الظلم اللي كنتعرضوا له والا
غادي تكون سايبه في البلاد. يعني دابا حايبين كيران كامل خصو يخوى. نعم حنا دابا هما ماشيين شويه بشويه باش ما تقولش باش ما تنوضش الفوضى، ما يعطيوش كلشي دقه واحده باش ما ينوضش كل واحد كلشي يهضر، لان الحومه الشوك راه كبيره بزاف، الا نوضت كامله تهضر راه ما يقدروش عليها وعاد تنوض الفوضى في طنجه. لذلك هما كيتابعوا السياسات شويه بشويه حتى يصافيو معنا كاملين، ولكن حنا ما نسمحوا لهمش انهم يجريو علينا من الدار ديالنا مهما كان الثمن. واحد الدار اللي بقى واحد حياته كامله هو كيطلع فيها دفع فيها الملايين، يجي اخر يخرجوا منا باين حق؟ حنا عندنا الملكيه، عندنا كنخلصوا الموضه وكنخلصوا الضرائب ديالنا. هو الكاري اللي هو كاري في الدار، الا بقى واحد المده كاري ما عندوش صاحب الملك انه الحق يخرجوا من الدار، فكيفاش حنايا اصحاب الملك يجيو يخرجونا من الدار؟ ب 85 شريت من السيد شريف 83 وشاري انا ب 85 بالملكيه ديالي بالموضه ديالي برتبه البناء ديالي بالضريبه ديالنا، ما كيسنى حتى شي واحد شي حاجه ترسك وشريت. ولادي خلقوا وتربوا دابا في عمر 45 سنه، واحد العائله في عمر 35 سنه خلقت تما، ما فيك مكتوب فيها قريتها ما جبرت مكتوب فيها، معلش قال لي ما عارفش انا نعاون القضاء، قال لي انا ما عارفش، وانا ما عارفش انا عمري ما حضرت في المحكمه ولا في الكم. ما عندي فين نمشي انا ما عندي فين نمشي، ما عندي راجل، ما عندي حتى واحد، ما عندي حتى شي واحد. انا بعدا تصدمت، انا كنت مريضه وزدت مرضت و 45 سنه وعمر ما ظهرت حتى اليوم عاد ظهروا. فين كانوا؟ خصنا نعرفوا فين كانوا. انا ما عندي فين نمشي، انا داري ما عندي فين نمشي، لا بغاو يطيحوا علي يطيحوا عليا. واليوم عندها مولاها شنو هاد مولاها؟ نسيبوا راسنا نسيبوا ولادنا من هذا منكر، ما يبداو الناس يبنوا الشيا فين كان؟ فين كان؟ هذا المنكر عباد الله، هذا المنكر تعدوا هذا تعدوا تعدى علينا. شكون ما كان؟ شكون ما كان؟ شي سالنا ولادنا فين غنطيبوهم؟ ولكن ختنا جاتهم، حنا ما يمكنناش نخرجوا من هنايا، ما يمكنناش، راه ولادنا خلقوا وتربوا هنا، هذه الدار 80 عام والناس ساكنه هنايا، كيفاش غادي يخرجوا؟ هذا المستحيل هذا، راه حنا كنبكيو الدم، ما يمكنناش نخرجوا من هنايا. اي واحد تسلس في هذا الموضع هذا كيفاش غادي يخرج؟ واخا يعطيونا اللي عطاونا في حومه الشوك غنبقاو، حنا في حومه الشوك غنبقاو. صافي وعاش الملك. فين كانوا مخبعين هادي تشعل من سنين 40 سنه 50 سنه 100 سنه؟ كانوا مخبعين فين؟ دابا عاد كانوا كنحمل الشوك على الحجر والبيار والوسخ، واش كنقولوا البرواق الشوك تانا هكا، علاش قلقوا بونا؟ انا كنخرج ببونا هنا، انا كنخلصوا الضرائب، كنخلصوا بزاف الحاجة. انا دابا بالحفايض ديالي، هذه حياتنا حنا الحومه، كل دار فين بحال عايشين في الجبل، اليوم عاد كبان هذا المنهار بزاف على هذا الشيء هذا، راه انا دابا انا في واحد الشارع راه الاقتصاد طنجه غادي يوقف، هذا الشيء اللي كاين. حنايا نهار طلاق بعد تصدمنا بهذا الورقه ديال هذا الاستدعاء، انا ماما ساكنه بوحدي حتى في الدار ارمله، معاها اهاليه تامه، معاها مرات خيمه شاب، معاها الارمله مرات بنا ووليداته، يعني الدار فيها غير الارامل. صافي جا قال لك الدار ماشي ديالكم، هذه الدار كاينه موالي، هذه الارض هذه كاينه مواليها، دابا غتخرجوا منا. صافي موليها خرجوا، دابا بعد 45 عام باش كنا قبل حتى ما نخلقوا حنايا، دابا جا قال لك ما عندكمش انتم الدار، ما عندكمش، ما عندكم حتى حاجه، هذه الدار مواليها. اللي هي الدار الارض مواليها، فين كانوا هاد مواليها هذه 70 عام؟ فين كانوا؟ فين كانت الدولة هذه باش حنايا سكننا، باش دخلنا الوراق، باش خلصنا، باش خلصنا حنايا الماء والضو، باش كيجيبوا لنا هاد الضرائب كل عام كنخلصوا، كيقول لك ما خلصتيش شي ضريبة عندو عندك الأسد الدار ديالك، إذا علاش كتجيب لنا هاد الدولة؟ مي الدولة عارفاها ماشي الدار، علاش جابتها لنا؟ واش الدولة ما كتعرفش، ما كتعرفش الحق ديال الواحد؟ واش ما عرفهاش الدولة شكون ساكن شكون ما ساكنش؟ علاش كيقيلوا يحصيو؟ صافي حنا طلب واحد عندنا، حنا ما عندناش، حنا ما عندنا حتى شي طلب، هما شنو الطلبات ديالهم؟ حنا حاجة وحدة، حنايا الدار ديالنا غنبقاو فيها، يدفنونا تحت منا. صافي إذا عندهم شي حاجة يدفنونا تحت منا، حنا ما خرجوش من الديور ديالنا. صافي يدفنونا تحت منا، يطيحوها علينا، حتى واحد ما خرج من الدار ديالو، يطيحوها علينا. صافي مقبرة جماعية غتكون هي هذه. بأن الشركة كتدعيكم أكبر شركة في طنجة، وشكون هي هذه الشركة؟ وبكاونا حنا ولادنا والاسره كبيره عندنا في الدار في الديور ديالنا مع وليداتنا وخلعونا هيدا، هذا ماشي حق، هذا ماشي حق، هذا راه ظلم. ماشي شي مهنه، بغاو يجي قتلونا قتلونا، حنا الديار طاحوا في طارنا بالقطره، والله يجي يصوروا يدخلوا للدار، والله الا الناس طاحوا الديار كيطيحوا الحساب قدامي. صح حنا توصلنا في الصداع، الناس كيطالبونا بان حنا محتلين الارض،
احسن لي الارض الساكنه. احنا الوالد ديالي شريف 69 وباني في 75 يعني تقريبا 69 و 53 عام دابا. ضروري غنصدموا، جاتنا استدعاء، ملي استقسينا هاد الاستدعاء داياش قال لك اسيدي واش سبقكم سلفتم شي شركه ديال العقار هذا بحال كريدي؟ هيدا باش كيوهموا الناس بان كريدي عليك كريدي ماشي بان الدعوه، باش سينا تشبا استدعاء. ملي عاودنا المحكمه جبرنا الدوسي في 14 كتر تبارك الله، حاومة شوكام من مقبرة من الشرف تقريبا شحال شي مليون منزل مليون مليون ونص حاومة شوكام ضربت لنا الناس اللي عندها 40 متر اللي عندها 50 متر اللي عندها 60 70 مضخم عنده 100. دابا كيطالبونا بان احنا مسالين الارض، جينا وحسالين هذه الارض، احنا عندنا ملكية وعندنا تهوس بناء وعندنا الورقة ديال الموضة وكروكي الورقة ديال الموضة وعندنا ديال 75. هاد الناس هادو ما نعرف فين كانوا، هاد الناس هادو يعني الدولة عطات الناس يبنيو كلشي باني كلشي ساكن موضة ووضع الحار ضرائب عندنا الدائرة عندنا قيادة. دابا عندنا جلسة إن شاء الله نهار الأربعاء، نهار الأربعاء في 12 د النهار. دابا دار ودار كل زنقة جابوا لها جوج، كل زنقة جابوا لها جوج استدعاءات بغين يفرقوا والله ما نعرفش اللي باغيين يعملوا. والرسالة ديالي الأخيرة خصنا نشوفوا الحل لهادشي هذا، احنا ما خارجينش من هنا، احنا راه حنا خلاص ربينا هنا 37 عام تبارك الله علينا والحجه ديالنا والكلشي ديالنا ولادنا ولادهم 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 شي يسالونا، احنا ما خارجينش من دارنا الحبيب اللي يكون يكون قتلوناها احنا، انا ما نكذبش عليك الهضره واقفه. شحال دابا كنتو مسالوك؟ 50 من 50 فوق برم جوجين بولادهم بولاد ولادهم ماشي غير ولاد، مخلصين الضريبة مخلصين الدا ومخلصين كل شيء ديالنا، علاش يسالونا هيدا؟ اش يسالونا؟ 60 سنة أنا ساكنة هنايا بالكواغط ديالي بالوالدة ديالي اثنين كل شيء ديال الوالدة ديالي كامل عندي. دابا أنا خسرت حد منايا فيها ومرز الماكل خمس بنات ما خرجاش تيحوا تيحوا عليا تيحوا عليا على ولادي عرفتني محل ماشي زينا حتى حنا مسوان بثنا الارض 60 سنه وانا ساكنه راه فينا 60 سنه ما في الدير ديالنا ما مازالتني خديمه نصب راسي ما نعرف الحبيب. انا عندي 45 عام ساكن هنايا 45 عام عندي 50 ملكيه بشريه انا طرد الارض انا في العوم مجو ماشي الدعاء مرتاح والود راسي مع ال 40 قبل ما كاينين الحومه باقي خويا وانا ساكن بالحومة مجو ودابا غيخونا من الملك ديالنا حنا حنا شارين انا شاري من الاولي والثاني والثالث والرابع والخامس انا وعندي 45 عام ساكن انا في العوم مجو واليوم غيخونا حنا من الحومة مرتاح كيتعامل على بركه سيدنا الى غادي خونا حنا غنموتوا مع المصحف والله الا فهاد الشيء غنبقانا هنا. ما كايناش هاد الشركه هادي، ما كايناش هاد الشركه اذا تكون مخباه في شي بلاصه الله اعلم ولا شي حاجه وهميه الله اعلم. على اي حال تكون ولا ما تكونش هاد الناس هادو راه كاينين اصلا قبل هاد الشركه كنعتقد انا راه انا خلق هاد حي بن كيران. انا الوالد ديالي شاري هنا الملك شاري مع السيد عامل المسائل ديالو قانونيه الناس اصلا دابا هذا ما نهضروش على ديك الديار اللي تباعوا اربع نوبات ولا خمسه نوبات. انا الوالد عنده الارض شاري الارض باني انا خلق 84 انا خلق 84 في هذا الحي هذا يعني انا عرف عمري 39 عام وانا ساكن هنايا مجوج وعندي ولادي. هاد الناس هادو اذا كيجيو كيهضروا على هاد الارض هذه في كانت خانة هذا وفي كانت هاد الدوله وفي كانت هاد الحكومه وفي كانت هاد المقاطعه وفي كان هاد المخدم وفي كان هاد القايد وفي كان هاد الشيخ. الناس كتبني بالرخص، الناس عندها الموضه، الناس عندها اللوازم ديالها كامله، انا عندي لاكارناسيونال فيها النمره الدار والحومه غتقول لي هناك اجي وعمي شي يدير عمي شي يبني الانسان في الجار جاتو والجار اذا جاتو راه جاتني وكاملين ماشي راه اذا مشى الاولي راه مشى الثاني واذا مشى الثاني مشى الثالث راه كيتسنكل واحد تاكل الجماعه ويد الله مع الجماعه. انا قلبي محروق حيت انا الدار ديالي بنيتها بواحد الصعوبه بزاف بزاف بزاف. خرجت من هذا الدار غتشرب انا خدمت جريت تعبت ما خليت ما عملت باش بنيت الدار ديالي فهمتي. وجوا حنا الشركه اكبر شركه في المغرب هتجي غادي تديها لنا حيت غتغلب علينا وبجهد الله ما غتغلبش علينا حنا قويين بحال غزه شتي الحومه الشوك وغزه بحال بعطيتهم احنا واخا نموتوا عاد تسيبوا علينا الفوسفور الابيض وعيسيبوا احنا هنايا وتحيه لسيدنا سيدنا ينظر لنا صافي احنا الديور عندنا خمسه طبقات اربعه طبقات ثلاثه
الشارك هاد الشركة هاد الشركة هاد الشركة هاد الشركة جد شرد ديور واش حمقى واش وفو واش هاد الشركة وفو بعراسها واش اللي كيقولوا هما قاريين وشركه غنيه وتجي تشري الديور بالعمارات في الحومات الشوك هادو الناس لا يعقل هاد الناس لا يعقل هاد الناس لا يعقل فهمتي عندها الفلوس عندها الفلوس عندها الفلوس تمشي لجهه اخرى الله ارض الله واسعه وكبيره احنا غيشدونا ويشدوا ولادنا الدعوه بهم من الله وبالحق احنا ما خارجين شي ما خارجين شي نحنا غنموتوا بحال غزه وراجلي شارف راجل كبير وبنا وجرى وخدم وخدم ما خلى في خدم كيف ما شفنا الفيديو اصحاب الملك واصحاب الديور ولاو هما اللي محتلين وخاصهم الافراغ فهل يعقل ان شخص كيعيش في دارو 50 و60 و70 عام عنده الاحفاد ديالو ويجي عند واحد الشخص يقول له خاصك تخوي الدار ماشي دارك فهاد القضيه صراحه كتفكرنا بقضيه اخرى فهاد القضيه قضيه المغاربه كاملين ان شاء الله يوقفوا ويتضامنوا معاها وان شاء الله الناس ما يضيعوش في حقوقهم ما يخرجوش من ديورهم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.